بسم الله الرحمن الرحيم. We continue with pediatric surgery questions and answers. And today we talk about the pancreatic division. What is pancreas division? It is anatomical variant that occur in the pancreas. هذا البنكرياس اللي هو بيجنو two ducts, dorsal and ventral duct, اللي وين يصبان يلتحمن سوا يتحدن وصبان بالأمبولة أو فاتر اللي هنا طبعا شنو هنا اللي هالشكل تجي اللي هي شنو what this is the common bile duct صب هنا بالأمبولة أو فاتر two ducts يلتحمن سوا. هذا النورمال بنكرياس. What is pancreatic division? Pancreatic division الدكت تجي منفصلة منفصلة كل على حدة وصب منفصلة في الديودينام. هذا pancreatic division واللي يعرض شنو during operation يتعرض به المريض إلى pancreatitis recurrent pancreatitis أحيانا أو يصير post operative pancreatitis اللي هو شديد و high mortality rate. لذلك يعني هو failure of the dorsal and ventral duct to fuse. عادة هنا fusion يصير هنا fusion failure of ducts, pancreatic ducts, dorsal and ventral duct to fuse embryonologically. يعني in embryological development failure to fuse, don't fuse during embryologic development. والمين duct اللي هي اكو main duct و اكو secondary duct. المين duct اللي هي duct of Wersing و secondary duct اللي هو Santorini سنتوريني دكت. طبعا هذا وين موجود قد نسبة البيرسنت الانسيدنس 10% of people 10% how we diagnose it we do ERCB endoscopic retrograde cholangiopancreatography which is enough to delineate the ducts. What's the most common complication? Again, repeated bouts of, you know, repeated bouts, يعني recurrent pancreatitis. Recurrent pancreatitis. Okay. What's the most common indication for surgery? اللي هو recurrent pancreatitis. Again, here most common complication وكذلك most common indication for surgery recurrent pancreatitis. What's the procedure of choice? Open dorsal ductal sphincteroblasty. Ductal sphincteroblasty. هذا procedure. Open dorsal ductal sphincteroblasty. هاي الاوبريشن المن للبنكرياتيك ديفيزم. اذا صار كرونيك برونكاتيس شنو البروسيجر اوف تشويس؟ من يصير كرونيك برونكاتيس شو يصير؟ هنا يصير ذني اوبستراكشن وكل وحده وحدها ويصير بهن دالتيشن فيصير كرونيك برونكاتيس ديو تو ريكرنت بوتس اوف اكيوت سوري بنكرياتيس. إذا صار كرونيك بنكرياتيس شو يصير؟ نحتاج إلى فتحة لونجتيودينالي انترلي لونجتيودينال ونجيب ديودينم هنا نسوي رو إن واي روكس يعني إن واي شنو بنكرياتيكو جوجينو ستومي. هذا اللي جوجينم نجيبه الشكل هذا نسوي له
تسوي الانستموسيس مع البنكرياس. اوكي رؤنوايا بنكريات كوجوجنو استومي. نجي الى مواضيع اخرى اللي هي بالبيدياتريك سيرجري واللي منها بيدياتريك شنو جينتو يورينري. نجي الى جينيتو يورينري ديس اوردرز مثل من هاي المواضيع اللي راح ناخذها جينتو يورينري ديس اوردر. ناخذ على سبيل المثال هورس شو كدني. هورس شو كدني الكدني اللي هي مثل حذاء الفرس. وات از ات يصير افيوجن اوف لور لوب. فيوجن اوف لور لوب اوف بوث كدنيز. اوكي لاحظوا هاي الصورة اللي بها الكدنيز اثنين هن ملتحمات من البولز التحتية على شكل حذاء الفرس. اوكي لاحظوا هاد هاي اليوريترز يصير فيوجن باللور لوب. طبعا هاي يصير بكمبليكيشنز مثلا من الكمبليكيشنز مالته شو يصير فكشن ستون فورميشن هايدرو كاليسيز اند هايدرو نفروسيز وبعدين ممكن يصير شنو رينال فيلر اخر شيء. بيش معروفه وات از ذا كليم تو فيم الهورسيو كدني معروفه بانها موست كومون موست كومون فيوجن انومالي يعني رينال ان كدني موست كومون رينال فيوجن انومالي موست كومون رينال فيوجن انومالي. الانسيدنس تقريبا يصل من 1 الى 300 الى 1 الى 800 من النيو بورنز. What cause most complication اللي قلناها يعني هيدرونفروسيس انفكشن رينال ستونز. اوكي affected individual are at increased risk for what tumor. طبعا هنا ايضا it is predisposing to cancer predispose for increased risk of hypernephroma والمس تيومار. اوكي and collecting system parenchymal diseases parenchymal tumors parenchymal tumors. نجي لل another disease اللي هو infantile شنو polycystic kidney انفنتايل بوس كدني. بيش مشهورة هاي الانفنتايل بوس يعني بوليسيستيك كدني. What is the claim to fame انفنتايل بوس بوليسيستيك كدني مشهورة على انها على الرغم من انها هي رير ولكنها most common genetic genetic renal disease autosomal recessive autosomal recessive in childhood. Okay يعني most common genetically determinant cystic disease in the kidney of in childhood. اللي transmission شنو autosomal recessive شنو finding on physical examination mass palpable mass احيانا visible mass in flank abdominal distension. Okay what is included in differential diagnosis ممكن يدخل بها hydronephrosis tumors
رينا النيوبلازم يعني، ورينا الفين ترومبوسز، يصير كونجستشن شديد بالكدني فتكبر الكدني ايضا، رينا الفين ترومبوسز. والدايجنوستيك تيست بيرفورم طبعا نسوي لها اكسكريتري باي انترافينوس يوروغرافي، يسمون اكسكريتري يوروغرافي. فشو يصير؟ يصير راديال ستريمز مثل اوف كونتراست ماتيريال فروم ميديا تو ذا سيرفيس اوف كورتكس، فروم مدلة تو ذا سيرفيس اوف كورتكس، يعني بما انه بوليسيستيك فشو يصير؟ يصير ستريمز هالشكل هذا from medulla to cortex streams of dye. ليش؟ لان هنا تشكل الاكياس ضغوط على الكاليسيال سيستم. فنشوف ستريكس اوف داي with alternating radiolucent or radio dense area، يسمونها شنو؟ radiolucent or radio dense. يصير يصير sun ray، sun ray effect، sun ray effect in polycystic kidney. بعد شو نسوي؟ الالتراسونوغرافي يراوينا الهيدرونفروسيز الماسز مال السيست small cyst، نسوي ايضا الالتراسونوغرافي. اوكي، what other organ is also disease in this patient؟ طبعا هذا البوليسيستيك is multiple، يعني in multiple organs، ف it may affect the liver proliferation and dilatation of bile ducts، يعني biliary cysts. بعد وحيانا peripheral fibrosis or periportal fibrosis اللي يسبب لي شنو؟ portal hypertension. اوكي، هذا البلفيوليك يوريتريك جنكشن اوبستراكشن او يوريترو بلفيك جنكشن اللي تشوفونه اكثر اون ذا رايت سايد، يور رايت سايد بالليفت كيدني اون ذا رايت سايد، يعني رايت سايد على يمينك انت. اوكي، هذا اكثر شيء البلفيوليك جنكشن. و نشوف الاوبستراكشن وين؟ بالتقاطع بين البلفس واليوريتر، هنا تمنع البريستالسيس، هنا بروبلم ان ذا فايبروسيس اوف ذا سموث موسلز اوف ذا يوريتر، ويتش شنو؟ يعني يصير باراليتيك موسلز هنا، ولذلك يصير هايدرونفروسيس، يصير كيدني انلارجمنت، وماي ريزلت ان ذا رينال فيلر وذ تايم. راح نتكلم لكم عن البلفيوريتريك جنكشن بعد قليل. اوكي، هاي الصوره شوي بدنا نوضح. البلفيوريتريك جنكشن هذا البلفس اوف كيدني وهذا اليوريتر، ويصير مضيق في منطقة التقاطع، هنا يصير البلفيوريتريك اوبستراكشن، يعني فايبروسيس of smooth muscles of the ureter at the junction with the pelvis. فش يصير؟ يصير obliteration، يصير obstruction leading to interruption شنو؟ of the orderly transmission of peristalsis wave. تتعطل البريستالسيس مال اليوريتر هنا. فش يصير with time؟ with time يصير dilatation، time يصير dilatation. هذا البلفيوريتريك جنكشن، واللي هو يحصل شنو؟ كونجنيتال اسوشيتد كومبليكيشن. شنو معاه؟ ايش راح يصير كومبليكيشن؟ راح يصير من هذا يصير دايليتيشن. شو يصير؟ هاي كلها دايليتد، يصير بداخل الكدني، يصير هايدرونفروسيس، هاي الكومبليكيشنز هايدرو نفروسيس. بعد انفكشنز، وكذلك إذا إن كوركت رينال فيلر
لأنه راح يصير بيبر لايك، هذا البرانكايما كلها تدمر من الباك بريشر. أوكي، والدياجنوستيك ستدي بيرفورم حتى نشوفها أول ما نسوي التراسونوغرافي حتى نشوف الدالتيشن، نشوف الهيدرونفروسيس. بعد سنتوغرافي، سنتوغرافي في التراساوند شو بيرزيستنت تايب درونفروسيس، زين راح يراوينا بسنتوغرافي راديو اكتيف ليفل بالرينال بلفيس، يراوينا الاوبستراكشن، ما يمر الماده اللي هي راديو ازوتوب هنا سنتوغرافي. ما تمر ولا تعبر منطقة اليوريتر. أوكي، what additional study include to roll out reflex. أحيانا هذا يشترك مع من؟ مع ريفلكس. الريفلكس يعني رجوع الإدرار من المثانة عبر اليوريتر، معناها أكو مشكلة بالفالف ميكانيزم بالبلادر، في حين هو اكو تنل يمر بها اليوريتر يعبر للترايجون تنل. هذه التنل المهمه من يصير كونتراكشن باليورينيشن، بعد يمنع شنو الرفلكس، وانما يصير اتجاه الادرار فقط بهذا الاتجاه. اذا اكو رفلكس هالشكل، فشلون نسوي، شلون نعرف الرفلكس؟ سيستويروغرام فويدينج، فويدينج سيستويروغرام، سيستو يوريتروغرافي، يوريترو سيستو يوريتروغرافي، راح يبين عندنا من يضغط يبين عندنا ان الداي تصعد لهنا ومعناها اكو ريفلكس. اوكي، فويدينج سيترو يوريتروغرام من خلال اليوريترا. اوكي، وات از ذا سيرجيكال تريتمنت من اليو بي جي؟ طبعا بايلوبلاستي، انه هذا ينفتح لونجيتودينال هنا ويتخيط بالعرض، بايلوبلاستي لا يتخيط، او يسمون ابروتش اخر يسمونه فيش ماوث بايلوبلاستي مثلا. وين از انتينيتال انترفينشن كونسيدرد؟ طبعا احيانا البعض يتدخل انتينيتالي اذا يشوف اكو، مو عندنا في دولنا الشرقيه والاسلاميه، اذا يشوف الالتراساوند شو سيجنيفيكانت اوليغوهايدرومينيا. اوكي، يصير تداخل انتينيتال. اذا مثلا بايلاترال هايدرونفروسيس امبيندينج بولمونري هايبوبليجيا ذني cause antenatal intervention. اوكي، نجي الى موضوع اخر وهو الرفلكس، هذا اللي تكلمنا عنه، فازايكو يوريترال رفلكس، فازايكو يوريترال رفلكس. هذا retrograde passage of urine from bladder to ureter. retrograde passage هذا الرفلكس. اوكي، وات كونجنيتال يصير، واكثر شيء بالجيرلز 85% شنو ان جيرلز. الكومبليكيشنز مالته شنو ممكن تكون؟ اذا يصعد هنا اليورين شو يصير؟ يورينري تراكت انفكشن، وقد يصل الى رينال فيلر. هاي كومبليكيشنز مالت الريفلكس. يوجوال تريتمنت عاده بالبداية يبدو نن أوبراتيف كونزرفاتيف، نن أوبراتيف، واتش تريت إنفكشن حسب الكلتشر أن سنسيتيفيتي، ومراقبة الحد أنه محافظة على الكيدني فانكشن والإمبروفمنت مال البيشنت وذ تايم مثلا، والمتابعة بيش بالسيستو، سيستو المتابعة بالسيستو يوريتروغرامز، سيستو يوريتروغرام، وبعد وبالسيرم كرياتينين.
هذا ممكن في لمدة لا بأس به يصير conservative، لكن أكو indications of surgery خاصة إذا أكو recurrent UTI، recurrent urinary tract infection، أو progressive renal failure، أو non-compliance المريض ما يقدر non-compliance ما يقدر يستمر مع الوضع هذا، or severe reflux، severe reflux. شو نسوي له من سيرجري؟ نسوي له يوريترال امبلانتيشن، هذا نقصه ونجيب نزرعه فد 2 انش تقريبا تنل، نخلي له تنل ويمبلانت ات اجين ان شنو؟ ان ذا بلادر، نسوي له تنل بالبلادر ونسوي له ري امبلانتيشن ونستفيد من الكونتراكشن اوف بلادر مسل اجينست شنو؟ اجينست ذا يوريتر، فش يصير فالف لايك اكشن، فالف لايك اكشن. اوكي سمي طبعا شو نسوي؟